يعني هون بليت يعني لاحقة التعريف، نحن بنقول التعريف ال. فطبعا في كتير شغلات يعني في بالغالب بيكون معناه ال. شو اللي يلم نقول انه كمان مفعول به بالعربي، نقول انه فاعل. الفاعل المفعول به اذا يعني اذا ضفنا هدول الاحرف الكلمة تصير عندنا يا فاعل يا مفعول به، يعني حسب. إذا بدنا نشوف يعني وين بدنا نحطه بالضبط، نستخدم كيمي يعني من، كيمي يعني من، ونستخدم نيه يعني ماذا. يعني نستخدم نيه أو كيمي مشان نعرف وين بدنا نحطه. طبعا شايفين عم نستخدم إذا إجا عنا حرف الآ أ بنستخدم الأ، أ إي بنستخدم الإي، أو أو بنستخدم الأو، والأ إي بنستخدم الإي. إمتى بنستخدم الياء الفاصل أو الحماية؟ إذا انتهى بحرف صوتي بنستخدم الحماية ياء. أوكي شيل أبله، في عنا هون حالات لهم. Ne diyor? Aşağıdaki durumlarda belirtme eki mutlaka kullanılır. Yani bu الحالات التي في الأسفل بالتأكيد يستخدم فيها لاحقة التعريف اللي هي نحن بنحكي له مفعول به. Peki cümlenin nesnesi özel bir isim ise, إذا كان الشيء أو المفعول به نسنا معناه مفعول به نسنسي. نسنا معناها مفعول به. جملة الناس نسي أزال، نحن بنقول عن الأزال، هن بيقول أزال، أزال معناه خاص، لكن أزال باسم يعني اسم خاص. نحن بنقول اسم علم يعني اسم بلد، اسم إنسان، اسم مدينة، منطقة، كوكب إلى ما هنالك. بيكي أرنك يعني إذا أجو، إذا كان مفعول به تبع الجملة اسم علم نصر جاك عايشة يي بيكليور مسون، عايشة يي بيكليور مسون. شوفوا هون بيكليور يعني تنتظر مسون. هل تنتظر عائشة؟ هل مو نعرف السؤال. Pardon. Şimdi Ayşe'yi bekliyor musun? Hel tantazır Ayşe manaha. Beklemek, lintidar. Şimdi وين استخدمنا لك هون؟ استخدمنا الي والاي. من انتظر؟ عائشة. يعني نسأل حالنا من تنتظر عائشة؟ فنضيف الاي لعائشة. طيب هون انتهى بحرف صوتي اسم عائشة، نحط أي لاحقة حطيناها مع أسماء العلم نضيف الكاسمة الشاردة. عائشة بيكتيور مسون، هل تنتظر عائشة؟ هيكي إسطنبولو جيزيورو. طبعا مثل ما بنعرف حكتبهم هون كمان آ أ ياخدوا أ إي ياخدوا إي أو ياخدوا أو والأ إي ياخدوا إي. هذا الشكل. لا أجي عندنا هون إسطنبول آخر حرف أو، ف حطينا الكاسمة إشارة لأنه اسم علم وضفنا الأو. إسطنبول أو إسطنبولو جيزيوروم يعني أتجول، جيزيوروم أتجول إسطنبول. هون يعني تام olarak ما بستخدم كيمي نيه، أو فينا نقول نيه ماذا أتجول. طبعا بالتركي بصير إنه ماذا أتجول، نحن نقول أين نتجول.
فهو مكان كمان بيصير. نيجي زيورم إسطنبولو، إسطنبول. بكي إذا كان اسم علم نضيف اللون هدول الأحرف. بكي طبعا نستخدم الكسمة إشارتي ما ننسى. Şimdi yani örnek ikinci pardon cümlenin nesnesi zamir ise ise kan mef'ul bihi او الشيء انه بيقولوا للنسنة انه الشيء cümlenin cümle mef'ul bihi cümle zamir ise ise kan damir zamir biz onları tanımıyoruz. Bak onlar hom değil mi? Biz onları kimi onları tanımıyoruz. La na'rifuhum. Min henne hom. Değil mi? Hanzif. Hatı tarif hon. Eş ece ahir harf a. Fadif el ı. Biz onları tanımıyoruz. Nahnu la na'rifuhum. Tanımıyoruz. La na'rifuhum. Uz. Min nahna. Fina ma nistakdim el biz hon. Kul onları tanımıyoruz. Yani la na'rufuhum. Onları tanımıyoruz. Peki seni sen anta. Seni bekliyorum. Antadiruka. Antadir min? Anta. Antadiruka. Fahon men antadir av fina nkul. Seni. Ece ahir harf e. Fena istakdim el i. Seni bekliyorum. Peki. Hay, ma'a damar. Şimdi üçüncü cümlenin nesnesi iyelik eki veya tamlama eki almış ise. Hon iyelik eki akadnaha. Li hi eş mülkiye, lahiqatul mülkiye. Yani amkul enno el mef'ul bihi li bil cümle iza kan iyelik eki fi iyelik eki yani ma akhad el iyelik eki afwan nihayetu yani. أخذ لاحقة إيريك إكي الملكية أو تام لما السماء أخذتها هي المضاف مضاف إليه almış ise تمام عبد الله بس أخلص هلا الصوت واضح واضح عبد الله عم بيحكي مع بعض. بيكي تمام انت ركز مع هدول نفس الشيء. شندي örnek عليه كتابını كتابن كتابن معنى كتابك اخذناها كتابن الملكية كتاب كتابن ضفت للا شوفوا حالة التعريف ضفت للإيلك إيكي الملكية كتابını bana ver أعطيني كتابك ماذا أعطيك أو ماذا سيعطيني خلينا نقول إيش هو اللي الشغلة اللي راح يعطيني إياها كتابını كتاب أين الكتاب كتابını bana ver فأنا هون ما لازم أكتبها من دون هاي الأك اللاحقة اللي هي حالة التعريف كتابını ني kitabını ana arrafet anhen el kitab bana ver peki her hafta kul usbu anne annemi anne annem mana jaddati anne annemi istخدمتها هون anne annemi ziyaret ediyorum azuru jaddati men azur jaddati fa adif laha el iyelik eki إجا آخر حرف آ فأضيف الإي هر هفتة عنا نمي زيارة إديورو أزور جدتي كل أسبوع هر معنى كل هفتة أسبوع من أزور جدتي أو الجدة إكي طبعا هون ضفنا الم نعرف إيلك إكي دمع إيلك إكي هي الملكية مين هي جدة مين جدتي أنا فأنا أمزور مين أمزور جدتي فأضيف البليت ماكي
بعد الملكية. جملنين دورت حالة الرابعة. جملنين ناس نسي إذا كانت الشغلة، يعني أنا بس قول الشغلة هنا بقول ناسنا، يعني يا المفعول به عم بحكي عنه أو الفاعل. إذا كان في بو شو أو هانجي بتون بعض هدول الستة، إذا كان موجودين هدول أسماء الإشارة نعرف بو شو أو هانجي بتون بعض. لا بو شو أو بتعرفوا، بو للقريب، شو للبعيد، أو للبعيد جدا، ذاك وهدول معناها هذا أو هذه، أو الأو نقول ذاك أو تلك مثلا للبعيد. هانجي يعني أي، بتون يعني كل أو كامل، معناه إنه كلياته بتون. بعض يعني بعض، بعض بعض. جيبي صفات لارا مش يسا، إذا أخذ هدول الصفات، إذا أخذ هدول الصفات في الجملة مين هي الناس نا الشغلة. شمدي أرنك بو ألبسي، بو شوفوا البو موجودة، بو ألبسي أليورو يعني رح أخذ، نعرف اليور للمستقبل القريب، سوف أشتري، سوف أشتري، أليورو بتجي معنا أشتري وتجي معنا أخذ. فهون أنا بعرف إنه معناه اشتري، ليش؟ لأنه عم يقول نك خضر قديش. بو ألبسي، ألبسة هي أصل الكلمة، بو ألبسي أليورو أشتري هذا الفستان، ماذا أشتري؟ الفستان ألبسي نك خضر يعني بقديش، كم السعر؟ بكم؟ هانجي استخدمت هانجي، وده هانجي. هانجي قلمي استيورسون، أي قلم تريد، ماذا تريد؟ قلم، أي قلم، ماذا تريد؟ القلم قلمي، فهون كما أضيف له الإي قلمي. بتون شوفوا لكم الكلمات كاتبينهم فوق، بدنا نحفظهم هدول، إذا أجوا هدول بدنا نستخدمهم. بتون أركداشلارم سيفيورم يعني أحب كل أصدقائي، أركداشلارم أركداش يعني صديق، أركداشلار يعني أصدقاء، أركداشلارم أصدقائي ملكية الأم سونرا ضفت الأ، مين أحب؟ من أحب؟ أصدقائي، فنضيف له الأ حرف صوتي، إذا كان منتهي بحرف صوتي بس نحط حرف الياء، إذا ما كان منتهي فورا نحط الحرف الصوتي حسب التوافق الصوتي. إجا عندي هنا هون أ فاستخدمت أ. بيش بيشنجي دروم نازنا إلى فيل أرسنا، يعني إذا كان بين الشغلة اللي بدنا نضيف لها حالة التعريف وبين الفعل أرسنا بير باشكا سوزجك جالمش إسا، إذا إجا كلمة أخرى بيناتهم ne yapacak? Örnek mesela marketten minel market ekmek alıyorum. Eş bıtır tabinden istekdem hadi tarif. Marketten ekmek alıyorum. Yani eşteri el kubz minel market. Ve hon ekmeği sabakta hay ekmek cipte bil bidaye ekmek. هون الكيك قلب إلى غي حسب قاعدة الكاتشب، نعرف الكيك يقلب إلى غي إذا إجا بين حرفين صوتيين. هذا الإي، هذا الإي هو حالة التعريف بالليرت ميكي اللي استخدمناها. أكمك هي أكمك، أكمي
marketten alıyorum. Neyi marketten alıyorum? Eş amıştırı min el market. Ekmeği. Evet. Evet. Yani bu şekilde olacak. Rahikum bihada şekil. Ekmeği marketten alıyorum. Eşi şagli li an bakıda min el market. Ekmek. El hubz. Aynen. Ekmeği. Peki. Hakena bici ma'a. Özel bir isim. Özel bir isim yani. İsmi alam. Cima'a zamir. Cima'a iyelik eki. O tamlama. Tamlaman mudaf ile rahnaktu. İyelik eki. Lihiye mülkiye. Ve hala rabia. İza vücudu. Hedol kelime. Evet, esmer işare ve hedoletlerde bazı, bütün, hangi sıfatları almış ise dolu sıfat yahu. Ağul hames, ezekan işe cay ben el fiil ve ben kelime tane. Mesela hon eş el fiil? Al, almak, alıyorum. Hadi el fiil. Bu sözcük, full market, sözcük mana kelime. Yani ece ekmek ben kelime ve ben fiil. إذا أجا هيك بدنا نضيف لاحقة التعريف حالة التعريف فبنو باشا ألجاز رح ناخذها للبداية إيش بتصير أكمية نية أكمية ماركت دانالي يعني أخذ أو أشتري الخبز من الماركت نيناتون بيعطون نفس المعنى Yine o örnek kemen ne diyor? Yarın gaden araba alıyor musun? Eş mi sıyır? Yarın gaden araba yara alıyor musun? Hel evet. Hel teşteri seyyara gaden. Hel teşteri seyyara gaden. Yarın şufu hon am haddet. Yarın o arabayı alıyor musun? El teşteri zaka zaka او تلك السياره غدا فهون استخدمت الاو بتعرفوا هون فوق شوفتكم اذا استخدمنا الاو برضه او ايش هي الشغله اللي انا راح اشتريها او انت راح تشتريها عربة تمام عربة انا راح اضيف يعني نشتري إيش السيارة عربة نية عربية فهون آخر حرف صوتي راح أضيف حرف صوتي وعندي الفاصل ي بكي evde في المنزل ماتش izliyoruz يعني نشاهد المباراة ماتش مباراة في المنزل نشاهد المباراة في المنزل ماتش بين الكلمة والفعل ايوه aynen öyle يعني ايش هي الشغلة هاي الكلمة ابدا وهاي الفعل izliyoruz اجا بين الكلمة والفعل aynen والاولى هاي اي حالة الاولى مع شو اسمه مع ضمائر aynen dört لما الأولى دورت والثانية دادين جبي ماتش إيش يلي نشاهده يزديوروز المباراة فجاي بين الكلمة والإزدماك المشاهدة الفعل ماتش 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 إفدا يزديوروز يعني نشاهد في المنزل المباراة bu şekilde olacak. Müşahid fil menzil el mubara. Maçı evde izliyoruz. Neyi evde izliyoruz? Eşi şagli li müşahid ha fil menzil. Maç. Maç. Evet. El mubara. Pınar elbise ütülüyor. Pınar Bennett. İsim Bennett. Elbise fustan
ütülüyor, takvi. Pınar, takvi, fustan. Şimdi Pınar elbisesini ütülüyor. Yani Pınar takvi fustanaha. Şimdi hay fiil mudaf mudaf ile هيا ناخدها بعدين أفهمكم بالضبط إيش بتصير هاي يعني إستاذة تحت الإضافة مضاف مضاف إليه نحن رح ناخدها تحت بس ما أخذناها يعني هي صايرة قبل الأخير أعتقد عبد الله المفعول به كمان الفاعل بتحكوا عنه مفعول به مثلا أحمدي بيكيورو أحمدي Kimiye? Ahmet'i. Met. İyi. Ahmet'i bekliyorum. Şu yani? Antazır ve Ahmet. Aynen. Men antazır? Ahmet. İzafa tebaal kaide. Evet. Fakat al mefûl bihi. Mutemelik şayif. Mesela fi anna Ahmet. Ahmet. Fa'al had. كمان ضفنا الإي يعني من أنتظر كمان بتحكوا لهذا مفعول به يعني من أنتظر أحمد أنتظر أحمد تكي يعني مفعول به ممكن نسأل سؤال شلون ممكن نسأل سؤال أبيت إيش الفرق ما بين ألابيلير وأليورم alabilir yani alabilirim خلينا نقول اثنيناتهم نفس الضمير alabilirim يعني استطيع ان اخذ استطيع alabilirim alıyorum الثاني الاولى استطيع ان اخذ انا alabilirim والثانية معناها alıyorum اخذ الان أو أشتري معناها الألمك في المصدر ألمك وضايفين الباقي كلياتها إيش لواحق الأولى ضفنا لها أبيليرم أخذناها معناها إيش الاستطاعة على بيليرم أستطيع أن أخذ أو أستطيع أن أشتري على بيليرم أبيليرم الثانية طبعا للضمير بان والثانية أليورم Your um. Şimdiki zaman. Ben alıyorum. Tamam. On duftel. Hesabı kaydettil. Your. On duftel. I. Ve mazdar minna almak. El-akhid. Av el-şira. Almak. Merat. Bikulu. Mşan el-vahid ma yıkarbıt. Yani şomla na'rif. İza akhad. Vela iştara. Bikulu satın almak. Satın. Almak. Yani. Yani satmak men el bi' satın almak yani şira arada bi' ve şira evet lakin hadol ikinatun biju ma' ba'd ma'na enu şira alışveriş şira satın almak mesela ben bu telefonu satın aldım ben bu telefonu يعني تم بيعه وأنا اشتريته تليفون يعني نحن إذا بدنا نترجم بالحرفي لكن معناه إنه أنا اشتريت هذا التليفون بان بو تليفون بو هون استخدمت حالة التعريف بان بو تليفونو ساتن aldım يعني اشتريته أنا اشتريت هذا الهاتف فهون وين وين حالة التعريف هون تليفونو ني تليفونو ايش اشتريت التليفون فاضيف له حرف صوتي اللي هو حالة التعريف خلي اطل هاي هو رح ناخذ تحت تفهموا لحالكم ما في داعي سيدا باستا ييور سيدا تاكل الجاتو باستا هي الجاتو باستا سيدا اسم بنت باستا ييور يعني انا حددت
هون الثانية أنا عم حدد لما أحط حالة التعريف، يعني سيدان نيور إيش عم تاكل؟ الجاتو. هاي الجاتو. أينه؟ بان كيك في فيوروم. أنا أحب الكيك، أنا أحب الكيك. بان زمنو كيكي في فيوروم. لا الزوم معناه عنب. العنب. طبعا الكيك بيكون فيه زبيب، هن بيقولوا الزبيب كرو يازيم كرو يازميو كرو الزوم. كروزم هو الزبيب، كرو معناه جاف، يعني العنب الجاف، كرو كرو قيص مش جاف، لكن هون هنا يقصدوا عن الكروزم طبعا، لكن بالحكي العادي بيحكوا الزم بس عن العنب الجاف. بان الزم لو كيك سيبير، يعني انا احب الكيك ذو الزبيب، خليني اقول يعني الكيك اللي فيه زبيب. بان الزملو كيكي سيفيورو، يعني أنا شو بحب؟ الزملو كيكي. هون عرفت، شوفوا هون أنا بس حكيت إنه بحب الكيك، لكن هون عرفت أنه كيك اللي فيه العنب، الزملو كيكي. الزملو كمان هاي اللاحقة رح تاخدوها، لو يعني ذو عنب، في عنب ذو مطعم. Evet. Yani içinde var. Yani fi cuvata. Ana. Bunu demek istiyor. Fi halal hon andu sual. Mesela fi kon tatuni cumal. Au khalina nhil hay tahat kam wahde. U sawi kam cümle. Şimdi mesela siz bu kız boşluk tanıyor musunuz? Hel tarifun. Tanıyor yani tarifun. Hadihi el fetat kız. مين نعرف؟ البنت. هون شو نضيف؟ كز. كز أين؟ سيز أنتم. بو كز تانيور مسونوز. قلم بوشوك مصاندان أليورم. مصان يعني طاولتك أنت. إذا مصاندان إبت من طاولتك أخذ القلم. يعني سوف أخذ من طاولتك القلم من على قلم قلمي اما اي حرف لانه هون اجى حرف الا evet en çok hangi yemek boşluk seviyorsun اكثر شيء en çok يعني اكثر شيء هي كمان رح ناخذها قاعده ان En çok hangi yemek seviyorsun? بتحب. أي أكلة بتحب؟ يمكي. الكيلة شو بتقلب؟ أقلب. يمي. أين نيلة؟ يمي. قلب إلى غ. يمي. يعني أي أكلة تحب؟ شوفوا هون عندنا هانجي. هانجي إذا شفناها أي فبدنا نضيف للنسمة المفعول لي بابام أرابا بوشلوك يكيور أبي يغسل السيارة أرابا ي أبد أفرين أرابا ي أين نويل عبد الله أرابا ي جاء آخر حرف حرف صوتي فضفنا الياء Günde iki kez dişler boşluk fırçalıyorum. Abiqul bilyom, bilyom, au günde bilyom iki kez marratayn dişler esnan, ma haddad esnan min, esnan fırçalıyorum. Yani eferşi hon. Ana eferşi, ekid esnani, sah? Ne olacak? Dişlerimi. Aferin.
نستخدم الملكية ديشلريم أول شيء ديشلريم، بعدين نضيف أسنان مين؟ أسناني أنا، يعني نضيف الإي ديشلريمي. günde iki kez günde iki kez dişlerimi fırçalıyorum. Ahmet ailesi boşluk çok özlüyor. Ahmet ailesi çok özlüyor. Yani yeştaku kathiren. Ahmet yeştaku kathiren li ailesi. 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 Ailesini. Aferin. Hon istakdım el ne vel i. Leş. Sotin ma yisari sotin yicgal. Tari. Tamam. Leş istakdım el ne. Tamam. Leş mu ye. Peki. Akhadna fuq qaida. Hakaytulkum belit maki. Issa rah nakhidha. هلا إذا شفنا الـ آ فوق أخذنا حكينا الـ آ آ الاتجاه كان عندنا آ آ الاتجاه والضاد آ إذا تتذكروا هدول كمان الاتجاه في عندنا ضان دان ضان دان تيو تان تين تان تان هدول إذا أجوا معهم فاستكتشف إذا أجا آخر حرف استكتشف نستخدم تان تان تا تا تمام وهدول الاتجاه دول اثنين حكيت لكم الرابعة رح أشرح لكم إياها بس ناخدهم الرابعة هي هاي البليرت ميكي إذا أجت بدنا نستخدمها اللي هي إي والأ والأو والأو هدول الأربعة إذا بدنا نستخدمهم اللي هي البليرت ميكي اليوم أخذناهم هدول كلياتهم قبل ما نضيفهم نضيف حرف إيش؟ ن ن تمام؟ فهون عائلة سي عائلته هذه الملكية هاي الملكية صح؟ عائلة يعني عائلة عائلة سي عائلته أحمد عائلة سي عائلة أحمد أو هون أحمد عائلة سني يعني إلى من يشتاق يشتاق لعائلته دمع فهون الإي نستخدمه فنحن قبل ما نستخدم هدول إذا انتهى بحرف صوتي نضيف الحماية ني مو بس البليرت ماكي كل هدول مثل هون شوفوا هاد انتهى بحرف صامت تمام مصان يعني يعني طاولتك او طاولتك انت فضفنا الضان من دون لانه منتهي بحرف صامت لكن إذا كان صوتي نضيف الن وبعدين نضيف الضان أو الدان طان تان ضا د تا ت والآ آ للاتجاه وهدول كمان القاعدة فهمتكم إياها بو سورونون جواب بوشتوك بين ميورم لا أعرف جواب هذا السؤال بو جواب ب دمع البي تحذف تقلب إلى بي لأنه صار بين حرفين صوتيين الأ والأ جواب بين يورم جوابنا يا عبد الله أخذناهم قبل هدول خاصين كل هدول الضان دان تا تا ضا دا كل هدول إذا أجوا مو بس بلاحقة هاي بكل اللواحق بكل اللغة التركية بنستخدم الناء